أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الكريم المنعم الذي لا تحصي نعمه الأعداد، ولا يؤجره مصائر السائلين، ولا يبرمه إلحاه العباد، ولا يمسك ما في خزائن رحمته السنية اليدام والنفاد. هو الله الذي لا إله إلا هو الذي لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى من الخير والإمداد. نحمده ونشكره على ما جل ودق من نعمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المخصوص بأشرف الأديان، وعلى آله وصحابه المحافظين على اتباع سنته في السر والإعلان. صلاة وسلام الله وسلاما يكونان سببا لتفريج الهموم وكشف الغموم والوباء والأحزان. نسألك اللهم يا من لا يعلم قدره إلا هو، ويا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما وفقتنا لقراءة صحيح الإمام سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في هذا المحل فضلا ومنا، أن توفقنا للعمل بما جاء فيه عنك من المواعظ والأحكام، وبما رواه الثقات عن رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم نبذر به أبصارنا وبصائرنا لنفوز من بركاته، واحفظنا من الوقوع في الشك والجهل والغفلة والندامة. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك الطاهر النسب الكريم الحسب خير العجم والعرب، وسيدنا محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وبمن حضر هذا المجمع من مقبول الدعاء أن تكشف عنا البلاء والوباء والولاء والأمراض والأصحاب. اللهم أمر بنا منازلنا، ولا تهلكنا بسوء أفعالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مجيب دعاء السائلين، ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واصب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا دعانا وقراءتنا وسائر أعمالنا بحق نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين.
സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ എന്ത് സാന സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين